السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله حلقة جديدة مع قناة فن الرسم حاتم المصري. هنرسم بورتريه لطفل صغير. ان شاء الله هنبدأ بيه برسمة بورتريه لطفل صغير، وهنبدأ نرسمه بطريقة مش لوميس، لا بطريقة العادية اللي احنا عملناها قبل كده كذا مرة. نرسم بس بطريقة تانية أحدث وأحسن. بمعنى إيه طريقة تانية أحدث وأحسن؟ هو هيبقى فيديو ارتجالي عادي جدا، فيديو رسم عشوائي، بس إحنا هندخل عليه نظم مختلفة، بمعنى إن إحنا هندخل عليه دوائر عشان نشوف الطفل اللي هنرسم الدوائر بتاعته. هنبدأ نشتغل على الرسم بتاعتنا بالدوائر ازاي، ونبدأ نشتغل الرسمة ارتجالية ازاي. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا دلوقتي مش هرسم دايرة لوميس والدوائر بتاعتي الا لما اخلص رسمتي الاول خالص. ابدأ من فوق كده، ابدأوا معايا. كده ابدأ اخد الطبقة من بره الخط بتاعي اللي انا هبدأ ارسم عليه الطفل بخطوط عشوائية عادية جدا. اخد الشكل الخارجي بتاع الطفل، بمعنى لما اجي اخد الشكل الخارجي يعني برسم الرسمة من بره الاول، بعد كده بخش ارسم رسمة من جوه، بكمل شكل الرسمة بتاعتي من الداخل جوه، بطلع كده. هاخد الشكل الخارجي الاول، وابدأ اخد الخطوط بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده، زي ما انتوا شايفين اهو، ده خط الحاجب وده خط الانف، بعمل هنا الفم. هنا خط العين، بكمل رسمتي عادي جدا.
بحاول اجيب تفاصيل خارجيه انا برسم يا جماعه عشوائي، مش برسم من صوره، برسم عشوائي جدا. وابدأ ادخل مساحات في الرسمة بتاعتي، نوع من الاضاءة اللي بتعكس لي الشكل نفسه. كده انا خدت الشكل بتاع الطفل بتاعي خارجي، وابدا اشتغل بعمل الشعر بتاعه. شكل ورد عشوائي كده، كل ده هيبان معايا في التظليل نفسه. الشكل الخارجي الشكل بتاعي بيبقى عبارة عن رسومات خطوط ارتجالية، مش بتبقى شكل اللي هو الصحيح بتاع الرسم بتاعتي. باجي هنا الحاجب، اخد هنا خط من منتصف الشكل بتاعي كده، كده عشان ابدأ اشتغل عليه الدوائر بتاعتي. هنا الانف، الأنف بتاعتي، واجي اخد الدوائر. الدوائر هشتغل بيها ازاي يا جماعة؟ انا رسمت هنا وعاوز اخد مقاس دايرة معين عشان ارسم بيه العين. بختار اقرب دايرة بتاعتي للعين، باجي في نص
الرسمه اللي انا الخط اللي عملته واخد العين بتاعتي، الدايره بتاعتي اهي، خدت الدايره دي بنفس النظام الناحيه التانيه هاخد الدايره برضو التانيه كده. انا رسمت دايرتين هنا وهرسم دايرتين برضو كمان تحت، اخد دايره صغيره دايره كبيره قصدي، بعد كده اخد الدايره الصغيره هنا واخد الدايره الصغيره التانيه وارسم دايره تحت الانف واخد شكل السبعه بتاعتي عشان ارسم الفم. وهنا الدايره اهي بتاعت الدقن، بوريكم مثال ازاي نشتغل على الرسمه بتاعتنا. اجي هنا باجي من هنا بالخط ده كده واروح واخد تظليل خفيف حوالين الدايره بتاعتي وابدا اطلع بيه للحاجب بتاعي. وهنا برضو نفس الطريقة تظليل خفيف واطلع بالحاجب بتاعي. اجي اخد هنا بقى العين بتاعتي كده واخد الدايره بتاعتي من جوه واخد خط اللي فوق العين كده وهنا نفس الطريقه كده هاخد العين بتاعتي واخد دايرة بتاعتي واخد خط الفوق العين بسهولة كده فوق الدايرة بتاعتي كده. الشكل بتاعي مظبوط. تحت ابدأ اشتغل على الانف. كده واجي امسح الخطوط بتاعتي الداخلية مش الخارجية، الخطوط الداخلية مش الخارجية. حس ان انا الملامح تبقى موجودة معايا شايفة. اجي اشتغل على الملامح اللي انا كنت راسمها، احاول ان انا اظبطها واتقلها سن.
ده الحاجب بتاعي، وهنا نفس الطريقة أظهر بس الخطوط الأساسية بتاعتي، بعد كده آخد الحاجب بتاعي برضو كده. كده نفس الشكل ده كده، واجي عندي هنا ابدا اشتغل على الرسمه بتاعتي بنفس الاسلوب ده كده، اتقل خطوط اللي انا عاوز اعملها واوضحها في التظليل بتاعي، كده بنفس الأسلوب ده كده، وزي ما علمناكم وتعلمتوا معانا إزاي نشتغل في التظليل بطريقة خفيفة وسهلة. نحن نمسك القلم من اخر القلم كده عشان نشتغل على رسمتنا وازاي هنرسم الرسمة بتاعتنا. وازاي نظلل ونسيب نقط الاضاءة واضحة شوية قبل ما نشتغل على التظليل الأتقل. وأنا حابب أعرفكم إزاي بنشتغل على الشكل بتاعنا من غير ما نبوظ الدنيا، واحدة واحدة نبدأ نشتغل على الرسم بتاعتنا بالتظليل بتاعنا الخفيف ده عشان نقدر نشتغل بحرفية أكتر. وكل ما يبقى التظليل بتاعنا خفيف كده، كل ما بيظهر لي الرسمة بتاعتي للأحسن والأحسن. وأنا بصلي يا جماعة ببدأ أدوس على خطوط معينة، اللي هي الخطوط اللي في المنتصف ديت بالتظليل بتاعي عشان يتقل، وأبدأ إن أنا أشتغل إزاي أجيب رسمتي بالظبط
بالنسب والمعايير بتاعتي والمقاسات. ببدأ إن أنا أشتغل عليها درجة تانية إن أنا أتقل الشكل بتاعي التظليل بتاعي بدرجة أتقل، بس مش بقلم تاني، هو نفس القلم. إزاي أشتغل على الرسمة بتاعتي وإزاي إن أنا أشتغل عليها؟ نبدأ هنا نرسم، خش في شكل العين من جوه، جيب نعمل دايرتين كده، نسود واحدة ونسيب التانية، ونفس الطريقة هنا بعمل دايرتين، بسود واحدة واسيب التانية. واشتغل على داخلي العين، داخل العين، داخل النن كده، اخده بجراحة وبشويش اوي اوي اوي. ليه؟ عشان انا لما اعمل هنا بالراحة وبشويش كده اجيب الودانة بتاعتي تشتغل على الشغل اللي انا بعمله ده اصح من كده. والودانة بتاعتي أبدأ أشتغل الجزء الداخلي للعين بتاعتي، وأشتغل هنا على التظليل بتاعي اللي أنا كنت عامله من شوية على الفم والأنف. خفيف خفيف كده، وبعد كده أنا هتقل ده كله زي ما هتشوفوا مع بعض كده، زي ما هتشوف مع بعض ومعايا ازاي ان انا اشتغلت وتقلت اللي انا عاوز اتقله بسهولة من غير ما انا ازود بقلم تاني. واجي اشيل الخط اللي انا كنت راسمه من العين عشان يبان الشكل بتاعي، وابدأ بقلم البي 6 اتقل الانف، فتحات الانف بتاعتي واخد الدوران بتاع الانف بتاعي، وهنا الدوران بتاع الانف بتاعي برضو، واجي هنا اخد دوران العين بتاعتي، وهنا نفس الطريقة الدوران بتاعت العين بتاعتي، واجي من فوق كده اخد العين بتاعتي اللي هو الخط اللي فوق،
وهنا نفس الطريقة اخد الخط اللي هو فوق لفوق العين، واخد خط كسرة اللي فوق العين بالظبط، واجي ابدأ اشتغل على الحاجب بنفس القلم البي 6 طبعا. ده عشان طفل شوية بيبقى الحاجب بتاعه خفيف قوي، بيبقى ظاهر قوي، وابدأ ان انا اشتغل اتقل الجزئية اللي انا بعملها دي اللي قدام الانف من هنا اللي قدام العين، بنزل فيها بتقل اكتر من هنا نفس الطريقة. كده وابدأ اشتغل على الوجه بتاعي الخارجي، واخد التفاصيل بتاعت الوجه من بره، كده واجي اخد من هنا تظليل خفيف عشان الجبهة تبان معايا، وحوالين الوجه من بره خفيف قوي، تظليل خفيف يا جماعة ما يبقاش تقيل عشان ما يجرحش الرسمة بتاعتي. واخد برضو نفس الطريقة الناحية التانية الجبهة بتاعتي، وانزل بيها لتحت تظليل خفيف كده، واجي بالمنديل بتاعي ابدأ ان انا امسح خفيف خفيف كده عشان ما بوظش الرسمة بتاعتي خالص، خفيف خفيف كده
وابدأ اشتغل على العين وابدأ اشتغل على الشعر بالقلم برضو البي 6، وزي ما اتعلمنا قبل كده كذا مرة ان احنا بناخد الشعر من تحت لفوق ومن فوق لتحت، بناخد طبقات الشعر زي ما انتم شايفين كده، بسيب فواصل في النص عشان تظهر الإضاءة بتاعة الشعر نفسه، ومن فوق لتحت كده، من تحت لفوق برضو. من فوق لتحت. اللي فوق بجيبه من فوق لتحت. واللي تحت بجيبه من تحت لفوق كده. وده شعر متطاير كده. الشعر نفسه. باجي اخد منديل خفيف برضو واخد هنا اتقل الجزئيه دي كده، حيث ان الدوران بتاع ايدي هيجي يوريني ازاي اخد قلم تاني اخد بيه خطوط الشعر اللي انتوا شايفينها دلوقتي. انا عملت ارضية للشعر نفسه وبعد كده اعمل الشعر بتاعي ده. انا عملت ارضية بتاعت الرأس واجي اخد الشعر بتاعي زي ما انتم شايفين كده، وبكده اكون وصلت معاكم الفيديو ده. كان قبليه فيديو بتاع الأنف، ياريت تعلقوا لنا على الرسومات بتاعتنا واللايك والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد مع قناة فن الرسم حاتم المصري، لا توصلك حد ما تعرف انت ازاي ترسم. واحدة واحدة مع بعضينا شغالين مع بعض طول الحلقات في الرسومات بتاعتنا، زي ما انتم شايفين كده. احنا كده خلصنا رسمتنا، بنوه على فيديوهات جديدة جدا. يا ريت الناس اللي متابعينا والناس اللي هتتابعنا
في فيديوهات جديدة جدا هتنزل الأسبوع ده إن شاء الله على مراحل كتيرة، إن شاء الله هتعجبكم. واللي عاوز أي مساعدة اتصل بيا وتواصل معايا في التعليقات والكومنتات بتاعت القناة، عشان يوصل لكم كل جديد. اشتراك في القناة واللايك عشان نفضل مستمرين مع بعض في رسوماتنا اللي احنا بنوصلكم ليها بشكل دائم. ان شاء الله هنول الاعجاب كل رسوماتنا، اللي فيه رسومات كتيرة جدا الاسبوع ده جاية، حلقات مهمة جدا تقدروا تتعلموا فيها مع قناة فن الرسم حاتم المصري كل جديد. بكده أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع قناة فن الرسم حاتم المصري.